بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم دلوقتي عن داتا ستراكشر جديدة اسمها الـ Priority Queues، وهنفهم قد إيه هي مهمة من خلال الأمثلة اللي احنا هنقولها كمان شوية. فخلينا نفهم ونشوف هي موجودة في أنهي لغات أساسا بالفعل. هو الكيوز الـ Priority Queues، مش الكيوز، الـ Priority Queues موجودة دلوقتي في جافا وبايثون وسي بلس بلس، ما موجودة بلت ان في سي بلس بلس، والكلاس اسمه بريوريتي كيو. المنظر المكتوب ده في جافا بريوريتي كيو، في بايثون هيب كيو، تمام. طيب هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن طابور برضو زي الكيو بالظبط، بس الناس في الطابور ده بتترتب حسب اهميتها، يعني مش اول واحد يخش اخر واحد يطلع، لا هو انت بترص الناس في الطابور بأي رصة، بس رقم الموظف اللي مثلا بيستقبل الناس ده يقول عايز يستقبل واحد، فهو بياخد العنصر الأكثر أهمية، مش بياخد اللي قدامه. يعني دلوقتي عملية انك تدخل العنصر للكيو عادي، بتدخله للطابور أي مكان، بس المهم لما تيجي تخرجه تخرج الايه العنصر الأكثر أهمية. عاملة بالظبط زي ما تكون واقف في طابور في واسطة، ملوش علاقة باللي بيجي الأول، لأ الأكثر أهمية هو اللي بيطلع الأول، فهو بيرتب العناصر اللي في الطابور، أو مش بيرتبهم، لما بيجي يستخرجهم بيستخرجهم على حسب إيه الأكثر أهمية. لما بتيجي تعمل، يعني أنت دلوقتي الكيو ده بيسبورت عمليتين، بوش باك دي بتدخل عنصر في ال بتدخل إلمنت أو عنصر أو أي مكان للإيه للطابور. بوب فرونت مش مجرد ان هي بتكستراكت المنت فروم ذا كيو، لا كمان دي بتكستراكت ذا ماكسيمم المنت، تمام. يعني هي بتستخرج مين؟ الماكسيمم المنت، اكثر عنصر اهميه. طيب انت امتى تستخدم البريورتي كيوز؟ لما تكون عايز تبروسس كذا عمليه ورا بعض وعلى حسب اهميته. طبعا الموضوع يعني ايه واضح شويه يعني. طيب انت بتعمل عمليتين اساسيين في الموضوع ده، انسرت، ودي بتنسرت جوب، واكستراكت ماكس بتاكستراكت العنصر الاكثر اهميه، ماشي. طيب بناكد تاني على الحاجتين اللي شغالين في البريورتي كيو، انسرت بتنسرت عنصر في الطابور، اكستراكت ماكس بتخرج العنصر الايه الاكثر اهميه. طيب الكيو العادي كان فيه انكيو دي كيو، هنا في انكي الانسرت زي الانكيو بالظبط، والاكستراكت ماكس دي زي الدي كيو، بس بدل ما بتستخرج اي عنصر بتستخرج العنصر الاكثر اهميه. فعلى سبيل المثال لو هنعتبر ان احنا الكيو بتاعتنا البريورتي كيو بتاعتنا هيبقى فيها عناصر ارقام، وان انا برتبهم من الاكبر للاصغر، يعني اهميتهم معتمده على الاكبر والاصغر، تمام. فهيبقى عندي كالآتي: انسرت 5 هيحطها في الكيو، انسرت 7 هيحطها، أيا مكان طريقة الربط بتاعتها مش مهم خالص، هما مربوطين ببعض ازاي، هو بيرص خلاص. انسرت 1، انسرت 4. طيب يجي يعمل اكستراكت ماكس، اكستراكت ماكس عملت ايه؟ خرج العنصر الأكبر 7، تمام، مع إن 7 آخر عنصر يعني داخل في النص، يعني مش أول عنصر داخل ولا حاجة، فاكستراكت 7. بعد كده انسرت 3 هيدخلها، اكستراكت ماكس هيطلع 5، اكستراكت ماكس هيطلع 4، اكستراكت ماكس مره كمان هيطلع 3، وهكذا، تمام. طيب ايا مكان هم ريليتد لبعض لجوه ازاي، عمليه اكستراكت ماكس بتجيب الماكسيموم اليمنت، تمام. طيب بعد كده عندنا شويه اديشنال اوبريشنز كده، يعني ممكن تضيفهم للكيو عندك. ريموف دي بتريموف element من البريورتي كيو بتاعك، جيت ماكس دي بتريترن الاليمنت وبتسيبه، يعني انا لو قلت جيت ماكس فانا كده ما عملتلوش اكستراكشن من البريورتي كيو، ببص كده مين اكبر عنصر بس وخلاص. change priority بيغير البريورتي بتاع ايه element في الكيو. طيب انا ممكن استخدم البريورتي كيو دي في حاجات مشهوره في استخدامات زي ايه؟ لو حد عارف الشبكات شوية، ففي الجوريزم أو طريقة اسمها الشورتست باس فيرست، اللي هو مبنى على بروتوكول الـ OSPF. البريورتي كيو مهمة جدا في موضوع الشورتست باس الجوريزمز ده، تمام.
في حاجة عندي كمان مهمة، الهيب سورت، وده هنشرحها بالتفصيل الممل إن شاء الله، وإزاي إن الهيب سورت ده كفاءته عالية جدا وبيستخدم في ترتيب العناصر بكفاءة، تمام، وهو مبني كله على البريورتي كيو. طيب الأول كده هنشوف نايف امبلمنتيشنز للبريورتي كيو، وهي ممكن تتعمل بيلت أوفر إيه ويخلي الامبلمنتيشن بتاعها مش أفضل حاجة. ممكن تتعمل اوفر انسورتد اراي او ليست. فانا لو عندك انسورتد او اراي او ليست، ما هي اراي انسورتد. عايزين نركز عمليتين، على العمليتين بتاعت الانسرت والريموف. لو انا عندي دلوقتي لينكد ليست او اراي وهي مش مترتبه وعايز اعمل انسرت الاليمنت فيه، هيتحط في اي حته فياخد كونستانت تايم، تمام. طيب لو عملت انسرت في انسورتد اراي هياخد كونستانت تايم، ماشي. يعني مثلا لو انا حبيت دلوقتي ان انا احط 7 هنا، ممكن احطها في اي حته، ممكن احطها هنا عادي مفيش اي مشكله، او احطها في اخر الايه، اخر اللينكد ليست هنا وتبقى 7 وكده، يبقى دي اللينكد ليست بتاعتي، يبقى بتاخد ايه كونستنت تايم. طيب اكستراكت ماكس بعد كده، اكستراكت ماكس لا انت مش هينفع تاخد كونستنت تايم، لا انت هتيتريت على الاري كلها عشان تجيب الماكسيمم، فكده يبقى هتاخد ايه عملية الاكستراكت ماكس هتاخد ايه لينير تايم، وده طبعا عيب وعايزين نتغلب عليه. طيب ممكن لو استخدمنا سورتد اري العيب ده يتلاشى في موضوع الاكستراكت ماكس. ما هتبقى الاري اصلا سورتد، فانت هتعرف توصل للعنصر على طول. فعلى سبيل المثال ادي سورتد اري، لو قلت لك اكستراكت ماكس هت اكستراكت اخر المنت في الاري وانا هبقى محتفظ بمكانه ومفيش اي مشكله، هتاخد ايه كونستنت تايم. طب لو عايز اضيف عنصر للسورتد اري، هينفع يتضاف في اي حته؟ لا، لازم يتضاف في المكان اللي المفروض يتضاف فيه. فعلى سبيل المثال انا لو عايز انسرت 15 للاري دي، فاولا انا كده السورتد اري دي عشان اجيب مكان ال 15 فيها، فانا هبقى شغال باينري سيرش عشان هي سورتد، فهاخد لوج ان عشان اعرف هي فين اساسا، فطلعت هنا 15، وهاخد تايم لينير في ان انا ازيح العناصر اللي بعدها. هو هنا ده المنت واحد بس، على سبيل المثال لو انا عايز اعمل انسيرت مثلا ل 2.5 مثلا، ماشي، فانا هاخد وقت قد ايه عشان ازيح العناصر اللي بعديه كلهم؟ المفروض ان هو يتانسرت هنا ويزيح كل العناصر اللي بعديه دول، فهياخد ايه لينير تايم عشان يزيح العناصر. التوتال بتاع الانسرت اوبريشن ان هي بتاخد ايه لينير تايم، وده طبعا عيب برضو ومش هينفع. يبقى الاكستراكت ماكس دلوقتي بتاخد كونستنت تايم، بس الانسرت بتاخد ايه لينير تايم. طب وبعدين يبقى احنا دلوقتي وصلنا في الاخر، وبرضو لو هي سورتد ليست نفس النظام، يعني الوقت اللي هتاخده هيبقى ايه، هيبقى لينير في العملية الانسيرت. فاحنا وصلنا في الاخر ان الانسيرت اوبريشن لو انا عندي انسورتد اري فهينفع اعمل انسيرت في اي حته، فهتاخد ايه كونستنت تايم، بس في المقابل اكستراكت ماكس لينير تايم. لو هي سورتد لينير تايم وديت كونستنت تايم، طب ما مش هينفع كده، انا مش عايز اللينير تايم ده، انا عايزه حاجه اصغر. فقال لك الحل ان احنا نعمل داتا ستراكشر جديده اسمها باينري هيب، هتسبورت الاثنين اوبريشنز كل واحده في لوج ان، فبدل ما انا عندي لينير وكونستنت هيبقى كل اوبريشن منهم هتبقى في لوج ان تايم، وده طبعا هيبقى توفير كبير جدا. توفير كبير ازاي؟ اكسبريس كده اوضح لك الصوره. خلينا نقول ان الاراي الطول بتاعها مثلا 2000، هل ال او اوف ان دي او اوف 2000، يبقى عمليات الانسيرشن بتاخد مثلا 2000 مثلا، هنعتبر ان هي 2000 وحده ايا مكان، وديت الاكستراكت تاخد واحد، فالمتوسط بتاعهم حوالي 1000. يعني انا لو عندي نفس العمليات فانا المتوسط بتاعتي 1000. طب الباينري هيب، طيب ناخد كده مثلا لوج 2000 للاساس 2، نطلع ب 11.
وده كمان ب11، يبقى المتوسط كام؟ 11. في حين ان كان المتوسط في السورتد اري او الانسورتد اري تقريبا 1000. فمهما كانت الحسابات مش دقيقة، فانت بتتكلم في فرق رهيب ما بين متوسط العمليات هنا ومتوسط العمليات هنا. فان شاء الله المرة الجاية هنبدأ في شرح الباينري هيب اللي هيبقى البريورتي كيو بلت اوفر عليه عشان يعمل لي توفير في وقت التنفيذ بتاع عملية الانسيرت وعملية الاكستراكت ماكس. ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.